صرح رئيس الهيئة العامة لرقابة المالية شريف سامي بأن حجم صناديق الاستثمار في أسواق الأسهم بالبورصة لا يتجاوز 7 مليارات جنيه فقط رغم قدم هذه الصناعة التي تمتد إلى نحو 20 عاما. وأضاف سامي في كلمته بمؤتمر دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري أنه تم السماح لشركات التأمين بإنشاء صناديق استثمار في البورصة، وكذلك ترخيص لإنشاء صناديق تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، موضحا أن أغلب استثمارات صناديق الاستثمار تتجه أدوات الدين والدخل الثابت. أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة صادرات مصر خلال عام 2012 لتبلغ 186.7 مليارات جنيه مقابل 188.3 مليارات جنيه بانخفاض بلغت نسبة 0.8%. وأشار الجهاز إلى أن إيطاليا احتلت المركز الأول في كونها أهم الدول التي تصدر مصر إليها، والتي استحوذت على 7.7%. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنسبة 7%، ثم الهند في المرتبة الثالثة بنسبة 6.8% من إجمالي الصادرات. أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق على طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما قابلة للتجديد. وأوضح عبد النور أن العقود التي سيتم توقيعها ستكون عقودا ثلاثية تضم كل من المستثمر والهيئة والبنوك، وذلك لضمان توفير التمويل اللازم للحصول على الأراضي باعتبار أن الأرض أصل من أصول الإنتاج. وطلب الوزير المستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي بوصفه أكثر القطاعات الاستثمارية المؤثرة في منظومة الاقتصاد القومي. أعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري عن إقامة مشروع زراعي كبير في صحراء الوادي الجديد بمدينة الفرافرة بزراعة 70,000 فدان جديدة كمرحلة أولى صالحة لجميع أنواع الزراعات فيما عدا الزراعات الشرهة للمياه. وأضاف عبد المطلب في تصريحات له على هامش زيارته لمحافظة الوادي الجديد، أضاف أن المزارع الجديدة سوف تروى من خزان جوفي جديد يتم حاليا استكشاف مدى استدامته لأكثر من 100 عام قادمة على أساس استخدام طرق الري الحديثة. ذكرت تقارير إخبارية فوز إحدى شركات التشييد الكورية الجنوبية بعقد قيمته 840 مليون دولار لإقامة محطة لفصل الغازات البترولية في العراق، ويمثل العقد جزءا من مشروع تنمية حقل نفط زبير العملاق في العراق والذي يتوقع أن ينتج 200,000 برميل نفط يوميا لدى اكتماله، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول أكتوبر من عام 2016. وترى الشركة أن هذا العقد سيعزز وجودها في السوق العراقية خامس أكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم. إلى منطقة اليورو، حيث تراجع معدل التضخم السنوي بالمنطقة في مارس ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من 4 سنوات، وهو ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للتدخل من أجل منع انتشار المخاوف من حدوث انكماش. ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، تراجعت تكلفة المعيشة بالمنطقة إلى 0.5% في مارس مقارنة ب0.7% في فبراير. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ التضخم في المتوسط 1% هذا العام قبل أن يتسارع العامين القادمين ليبلغ 1.7% بحلول نهاية عام 2016. نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة لاستكمال الشق السياسي مرة أخرى من هذه الساعة مع فوزي جد الله ولميس عبد الغني. شكرا أحمد. إذن هذه عودة إلى أخبارنا وتحديدا إلى الأزمة الأوكرانية، حيث أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أعلن عن إنشاء وزارة جديدة لشؤون القرم، وكذلك تعيين أوليغ سافالييف وزيرا لشؤونها. في الوقت ذاته أعلن ميدفيديف عن إنشاء جامعة فيدرالية جديدة تحاكي الجامعات المعاصرة والقوية في روسيا، كما شدد على ضرورة تنظيم عمل أجهزة الأمن في القرم بأسرع وقت ممكن. كان ميدفيديف قد وصل إلى شبه جزيرة القرم في أول زيارة لمسؤول روسي للمنطقة بعد ضمها للاتحاد الروسي.
من جانبها أعلنت أوكرانيا اليوم عن انسحاب تدريجي للقوات الروسية من حدودها، معتبرة ذلك أنه قد يكون مرتبطا بضغوط واشنطن الأخيرة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي لأسوأ أزمة بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة. جاء ذلك غداة لقاء استمر 4 ساعات في باريس بين وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف، حيث دعا كيري روسيا إلى سحب قوتها من أوكرانيا. دون اتفاق ملموس انتهى الاجتماع المطول الذي عقده وزير الخارجية الأمريكية جون كيري والروسية سيرجي لافروف في باريس بهدف تقريب مواقفهما المتباينة من الأزمة الأوكرانية، إلا أنهما أكدا رغبتهما في إيجاد تسوية دبلوماسية للأزمة. وعقب الاجتماع الذي استمر أكثر من 4 ساعات، أكد كيري أن واشنطن لا تزال تعتبر تحركات روسيا في شبه الجزيرة القرم غير قانونية، معربا عن قلق بلاده إزاء حج نحو 40,000 جندي روسي على الحدود الشرقية لأوكرانيا. I made clear that the United States. الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن وجود القوات الروسية في أوكرانيا غير قانوني وتخلق مناخا من الخوف والترهيب. بالتأكيد لا تخلق مناخا نحن في حاجة إليه من أجل الحوار والرسائل الموجهة للمجتمع الدولي والأوكرانيين أنفسهم حول القنوات الدبلوماسية. من جانبه وصف لافروف مباحثاته مع نظيره الأمريكي بأنها بناءة على الرغم من تباين المواقف، مشيرا إلى أنهما اتفقا على مواصلة التفاوض والبحث عن أرضية مشتركة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية. لقد عبرنا عن مواقف متباينة حول أسباب الأزمة الأوكرانية، غير أننا متفقون على ضرورة إيجاد نقاط اتفاق للتوصل إلى تسوية دبلوماسية لهذه الأزمة. ولا تظهر موسكو أي نية لتقديم تنازلات بعد نجاحها في ضم شبه جزيرة القرم، فبعد شهر من وصول طلائع القوات الروسية إلى شبه الجزيرة الواقعة على البحر الأسود وأسبوعين من الاستفتاء الذي اعتبره الغربيون غير شرعي، باتت روسيا تعتبر شبه الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها. إلى الشأن الفلسطيني، حيث تجتمع القيادة الفلسطينية اليوم لبحث مسألة رفض إسرائيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، أشار إلى أن المنظمة ستكون في حل من التزام عدم الذهاب إلى المنظمات الدولية والاتفاقيات في حال إصرار إسرائيل على خرق اتفاق الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين. وقلل المسؤول الفلسطيني من الجهود الأمريكية الجارية لتمديد مفاوضات السلام مع إسرائيل بعد انتهاء الموعد نهاية إبريل المقبل. أدانت محكمة إسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهمة الفساد وتلقي الرشوة، وأدين أولمرت بتهمة تلقي الرشاوى في القضية المعروفة باسم فضيحة العقارات الكبرى هولي لاند، عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس في الفترة من عام 93 وحتى عام 2003. كان رئيس الوزراء السابق قد حكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بتهمة الفساد في عام 2012، كما أدين في العام ذاته بتهمة استغلال الثقة في قضية أطلق عليها اسم مركز الاستثمارات. يذكر أن أولمرت قد اضطر للاستقالة من الحكومة وحزب كديمة عام 2008 بسبب فضائح الفساد. أدانت محكمة باكستانية الرئيس الأسبق بيرباز مشرف بتهمة الخيانة العظمى بسبب فرض حالة الطوارئ وإقالة قضاة في عام 2007 عندما كان في السلطة. وأشارت مصادر قضائية في إسلام أباد أشارت إلى أن هذه الإدانة بحق مشرف تمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام. الجدير بالذكر أن مشرف يخضع للإقامة الجبرية في منزله بعد الإفراج عنه بكفالة على ذمة عدة قضايا متهم فيها شرط ألا يغادر البلاد. رجحت مصادر فرنسية أن يواجه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند كلمة لمواطني مساء اليوم يتوقع أن يعلن خلالها عن تعديل وزاري كبير. يأتي ذلك بعد خسارة الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات المحلية أمام أحزاب اليمين المحافظ، ما وصفها المراقبون بأنها بمثابة استياء من جانب الفرنسيين تجاه سياسة الحزب الحاكم. تلك هي فرحة اليمين الفرنسي بالفوز بالانتخابات المحلية بعد إسقاط الحزب الحاكم في جولة الإعادة بالضربة القاضية. فرحة اليمين الفرنسي لم تنجم فقط من هذه النتائج، وإنما لكونها الأفضل في تاريخه.
حيث حصل على أكثر من 45% من الأصوات، بينما حصل اليسار الحاكم بزعامة الرئيس فرانسوا أولاند على أكثر من 40%، في حين جاء اليمين المتطرف في المرتبة الثالثة بعد حصوله على نحو 7% من الأصوات. ووفقا لهذه النتائج ستنتقل أكثر من 100 بلدة إلى حكم اليمين المحافظ المتمثل في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المتحالف مع أحزاب الوسط، وهو ما سيقضي بدوره على المكاسب التي حققها الاشتراكيون في الانتخابات الأخيرة عام 2008. ولعل العزاء الوحيد للاشتراكيين في تلك الانتخابات هو تمكنهم من الاحتفاظ بالسيطرة على بلدية باريس على يد مرشحتهم آن هيدالغو لتكون أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب. هذا شرف كبير لي، وسأعمل على تحقيق التطلعات الفرنسيين نحو مستقبل أفضل. الحزب الاشتراكي الحاكم اعتبر هذه النتائج بمثابة جرس إنذار إزاء ضرورة الاستجابة لمتطلبات المواطنين عبر إجراء تعديل وزاري مرتقب دون حسم مصير رئيس الوزراء جان ماركا، والذي أشارت أحدث استطلاعات الرأي أن 74% من الفرنسيين يرغبون في رحيله. المراقبون لشأن الفرنسي يرون أن نتائج الانتخابات المحلية عكست السياق الفرنسيين من سياسة الحزب الحاكم والرئيس فرانسوا أولاند، فمنذ رئاسته للبلاد في مايو من عام 2012 لم يستطع سيد الإليزي تلبية متطلبات المواطنين، الأمر الذي تجسد في تزايد عجز الموازنة ليصل إلى أكثر من 4% من حجم الناتج الإجمالي. تبادلت الكوريتان اليوم النيران قرب الحدود البحرية المتنازع عليها، فبينما طالبت سول سكان جزيرتين مجاورتين بالنزول إلى الملاجئ بعدما تكثفت إشارات الاحتكاك في شبه الجزيرة، قال متحدث باسم رئاسة أركان الجيوش الكورية الجنوبية أن الجيش الكوري الشمالي أطلق بعض القذائف أثناء التدريبات البحرية سقطت على مياه الجانب الجنوبي من الحدود، فقام الجيش الجنوبي بالرد بإطلاق قذائف ذاتية الدفع نحو مياه الجانب الشمالي بالقرب من خط الحدود الفاصل. وقد وضع الجيش الكوري الجنوبي نفسه في حالة تأهب استعدادا للتدريبات بالذخيرة الحية التي بدأتها الكوريا الشمالية اليوم. بانوراما النيل المستمرة معكم وتتابعون فيها أيضا. في محاولة لتخفيف الآلام عرض فني لرواية هاملت في مخيم للاجئين السوريين.